باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، أمين. يبدو جليا من هذا الإنجيل أن ليس كل اليهود قساة القلب، فييروس هذا كان رئيسا للمجمع اليهودي، وهو نفسه تنازل عن كل مجده ومنصبه وسجد عند قدمي يسوع طالبا منه أن يدخل إلى بيته ليشفي ابنته الوحيدة وعمرها 12 سنة. كانت قد أشرفت على الموت، في الحقيقة الكلام عن العمر يأتي من الوجهة البشرية كي يحرك عاطفة يسوع لاجتراح المعجزة أنه هيدي بنت صغيرة، ولكن في نظر من صاغ العهد الجديد الإنجيل الثالث أي لوقا، المسألة أبعد من أنها بنت صغيرة. المسألة أن هذه 12 سنة بعد لحظات مع النازفة الدم، سوف نجد أن تلك النازفة كمان لها 12 سنة، وعندما ننظر إلى الرسل نجد أن عددهم 12، وعندما ننظر إلى الأبرار في سفر الرؤيا نجد أن عددهم هو 12 مضروب ب 12، فنلاحظ أن عدد الأبرار في السماوات 144,000. العدد يلي نسبه شهود يهوى لأنفسهم عندما قالوا أن الأبرار هم أعداد شهود يهوى، وهذا كلام فيه كثير من عدم الدقة العلمية. يكفي القول أن اليهود بالعالم أكثر من 20 مليون، فالرقم ليس بحرفيته بل بالدلالة عليه. فإذا كان 12 هو رقم لا محدود في منطق الأرقام في الإنجيل، ف12 في 12 هو الرقم الذي يدل على اللانهاية. يعني فيكم تعتبروا 12 ب12 مفتوح بابها كي تشمل، كي تتضمن 8 مليارات أي سكان الكرة الأرضية. إذن هذا السن من جهة لتحريك عاطفة يسوع، ويسوع يفهم عندما يفكر الإنسان يعرف ما يريد، ولكن لم يأتي لأنه استلطفه، لأنه أخذه بطريقة لطيفة، أتى إليه كي يعيد إليه السعادة بدخول ملكوت السماوات إلى بيته. إذن هذا الرجل يايروس شدد على أن ابنته أشرفت على الموت، أنه إذا بتريد عجل شوي. الأمر يلي كمان بدنا نرجع نشوفه بقلب الإنجيل، حيث أن البشر ما بيصدقوا أنه الله بيقدر يعمل شيء عندما يصبح الإنسان ميتا، وهن بهالحكي توجه يسوع تابع متجها إلى بيت يايروس. فجأة دخل على الخط حادثة ثانية، ما في عنا أعجوبة مزدوجة بنص إنجيلي بكل العهد الجديد إلا هذا النص. امرأة تعاني من نزف دم منذ 12 سنة، رجعنا على نفس الموضوع، وهيدا ما هو الصدفة، هي أجت لعند يسوع، وبعدين هي أخبرت أمام يسوع كل شيء وقالت له من أمتين هي مريضة، وأنها أنفقت كل معيشتها على الأطباء وما استفادت. دنت من خلف يسوع، سمعت أنه هذا مقتدر،
قال بدي اسرق القوه منه سرقه، فدنت من هدب ثوبه. الهدب هو طرف الثياب من تحت، ولمست طرف الثياب، ما لا دقت فيه بظهره ولا دقت فيه ببطنه ولا واجهته ولا باست ايده. بدأت تسرق القوة الإلهية سرقة، هذه الحقيقة. ولو لم تكن تعرف أنه الله للحاتي توقف نزف دمها، هي لمسته توقف نزف دمها. شو هذا العبثير أمامنا؟ نحن عندما نطلب شيئا من الله نعطى هذا الشيء فورا بدون تفكير. ما بيقول هيدا بيحبني، هيدا بيرتلي، هيدا بيصلي لي، هيدا مسيحي، هيدا غير مسيحي. نطلب شيئا يعطى لنا. الكنعانية قال لها ما لم يقل في أحد بالعهد الجديد إلا لقائد المئة: إيمانك عظيم يا امرأة. إذن لمست فنالت الشفاء على الفور، مش انه بعد يومين اعمل لي صورة وبعدين بنراقب بعد جمعتين وبعطيك الإبرة الفلانية وإلى ما هنالك. على الفور قال كن فكان، قال الله ليكن نور فكان نور. كل شيء عند الله ما بياخد وقت، كل ما يريده الله يتحقق على الفور. الله إذا بدكن يرغم الكون أن يكون كما يريد الله. فتوقف يسوع وقال من لمسني؟ دخلكم الله شو بتفرق معه مين لمسني؟ بيفرح إذا حدا قرب منه وطلب قوته الإلهية. بس من لمسني؟ أراد يسوع فعلا أن يسجل اسم هذه المرأة للتاريخ، لأن قوة خرجت مني. بطرس هذا الضعيف القوي القديس فيما بعد، شاطر، والبشرية الإنسان البشر دائما بيتشاطروا على أمور الله. شو قال له ليسوع بطريقة كأنه فعلا عم يحكي شيء غلط؟ يا معلم كل الناس عم يزحموك وبيدفشوك وبتقول من لمسني. يعني بطرس حكي بس لم يطرح قضية، ولكن روح الله هو الذي دفعه أن يقول هكذا كي تتصاعد الأحداث. قال له يسوع في حدا لمسني، كيف إنه أنت يا يسوع ما بتعرف مين لمسك؟ ما أنت تعرف كل واحد منا إمتين كان لازم يخلق ببطن أمه، وبتعرف كل واحد منا إمتين بده يموت وكيف بده يموت وبأي ساعة بده يموت. تجي بتسأل مين لمسني؟ هذا السؤال المطروح على المستوى البشري، على المستوى الأفقي، مطروح كي تسمعه هذه التي كانت نازفة للدم. قال له أنا علمت، أنا بعرف أن قوة خرجت مني. فلما شافت المرأة أنه أمر من ستر انفضح أمره، جاءت وهي ترتجف، يعني كأنه أنا سرقت سرقة، وسجدت له أنه أنا أتيت إليك وأنا أسجد، يعني أعرف أنك أعظم مني بملايين المرات. وقالت أمام كل الشعب، عملت هذا الاعتراف يلي بيكون حصل على شيء جوهري على مستوى الوجود بينما هي كانت رايحة إلى الموت، ببطل يكذب. قالت قدام كل الناس هاللغة هيدي شفناها مع السامرية، قالت للسامريين تعالوا انظروا من قال لي كل ما فعلت. هيدا اللي بيعرف عن السامرية كل شيء كانت بتعمله بدون ما يشوفها، كان بحاجة يقول مين لمسني، كان بيعمل حركة منه وبيجيبها لقدامه. قالت أمام كل الشعب لأية علة، إنه أنا كنت عن أنزف وأنا حطيت كل ثروتي على الأطباء
وما أخذت نتيجة. إمتين واحد بيفتح قلبه؟ وقت بيحس إنه وجوده مهدد، أو وقت بيحس إنه نال فعلا ما غير وضع الوجود فيه. وإلا حتى إذا كان عم يعترف بيكون عم يكذب، عم يتسلى، عم يعمل كلمات، عم يصيغ جمل، عم يحكي ربما عن خطايا جاره، ما عم يحكي عن خطاياه هو. قالت له كل ما حصل لها، يعني فضت يلي بقلبها، ما عاد عندها شيء تخاف عليه لأنه حصلت على كل شيء. هلا نحن عم نتساءل إنه وين صرنا مع يايروس؟ إنه هيدي نازفة الدم وقفت يسوع في مسيرته إلى بيت يايروس. فجأة تأتي جماعة وتقول ليايروس ما تتعب المعلم، ما تزعجوا بيتك عيلي، ما تخليه يطلع لفوق لأن ابنتك ماتت. الناس عطوا البرهان إنه ماتت، وبيعرفوا يلي بيموت بيبطل لا يتنفس ولا يحكي، بيوقف القلب يضخ الدم، وفجأة الجسد يتحول إلى برودة. ماتت بنتك، ما تتعب المعلم، الموت مستوى ما في منه بالوجود. هيدي ماتت، ما تعذبه. هو بيقدر يعمل شغلة على مستوى الماجستير، بس على مستوى ما فوق الدكتوراه ما بيقدر يعمل. ما انزعج يسوع انه هي عم بتنال من ألوهيته، ولا مرة يسوع ولا مرة ينتقد الضعف البشري وعدم المنطق في الكلام. شو قال له ليايروس؟ لا تخف، آمن فقط فتشفى هي، فتشفى، لأنه المرض هو موت. ما قال له لأنه ماتت أنا أقيمها، قال له تشفى. أنا ما بقدر أقول هيك، أنا إذا حدا ميت ما بقول له أنا بشفيك، أنا بقدر صلي عليك. لا تخف، لا تضطرب، لا تنظر إلى الموت كأنه وحش، كأنه بعبع. أنت بس آمن بابن الله فيتغير كل تاريخ حياتك. والعبارة لا تخف لا تخف لا تخف تلحقنا بالقداس إلى لحظة المناولة، بخوف الله وإيمان ومحبة تقدموا وتوجه إلى البيت. الله يدخل البيت، لكن لم يدع أحدا يدخل. هيدي كمان فيها شيء من القصاص، وفيها شيء من العظمة، وفي كمان إنه يسوع منه ساحر ومنه راكب تيعمل سحر ويطلب شعبية بين الناس. اليهود حالهم هكذا، رؤساء الكهنة حالهم هكذا، يلي ما بيعرف منهم يحكي، يلي بيتأتئ منهم بيلبس جبة الأسقف اليهودي وبيعتبر حاله سيد على الناس. عند يسوع ما في هيك، فدخل وما خلى حدا يدخل إلا بطرس ويعقوب ويوحنا. هودي التلاتة يلي دايما كان يختارهم. ما في حاجة نقول وليش يسوع عم يعمل تمييز عنصري، ما هو عنده 12 تلميذ. هذا السؤال سؤال لاغي، ما له قيمة. الله هكذا أراد، هو بيعرف نفسية بطرس ويعقوب ويوحنا، عنده الأسباب يلي بتخلي يختار هودي مش غيرهم من 12. والناس بيقولوا ليش الله أخذ وهيدي صبية؟ ما بيخصك ليش الله أخذ وهي صبية، ليش الله أخذه وهو لوحده بيشتغل بالبيت، كمان ما بيخصك يا فلان، لأنه البشر هن بالمعنى العميق ملك الله، هو جابهم إلى الوجود، هو بياخذهم عندما يشاء، ولكن ولا مرة ينتقم من أحد بأن ينزل به الموت، ولا مرة، لأن الله كما هو معروف عند كثيرين من الآباء، في حالة موت الإنسان
يأخذه بأفضل أحواله، بأحسن أحواله. يعني ما بياخده هو في حالة الخطية، بيطول باله، بيطول باله عليه، تقلبه يصير حلو ودافئ، ويعترف أن هالكون له صاحب يلي هو الله. دخل هو وبيّل البنت، والبنت يعني يايروس وبطرس ويعقوب وحنا ودي تلاميذه، بده يثبتهم انه اذا شفتوني بعدين على الصليب ما معنى خلاص انتوا لازم تضيعوا وتطيروا. انا سيد الحياة والموت، وما خلى حدا من الاخرين يدخل. ليش؟ لانه قالوا له عندما كان يدخل، سمعوه عم بيقول انها نائمة. طبعا هي نائمة، كل الموجودين بالمقابر بكل قارات العالم كلهم نايمين بنظر الله، ولكن كلهم أموات بنظرنا نحن، ما فينا نفيقهم، بس هو بيفيقهم وقت ما بده. هو اللي وحده عنده القدرة على ذلك، لأنه هو وحده قال أنا بقدر سلم نفسي وأن أستردها، بين يديك أستودع روحي. ما حدا بيموت بيقول يا رب خذ نفسي، ما حدا بيموت بيعمل هيك. احيانا بيكون غايب عن الوعي، احيانا بيكون مجنون، احيانا بيكون في الاف الاوضاع ما حدا بيقدر نفسه تغادره رغما عنه. كل واحد منا ما له راي بهالمواضيع، هذه مواضيع فوق قدرة البشر. فضحكوا على الله، قالوا له هيدي ميتة ميتة، انه انت شو بتعتبر حالك شاطر؟ انتوا شو بتعتبروا حالكم بتفهموا؟ مدام هذا الكون العظيم كل هالعظمة وهالجمال بالكون، ولا مرة نسبة قليلة من الناس بيحسوا ان الله هو خالق الكون. دائما الناس بتبيع بهالكون وبتشتري بهالكون، وتظن انها تمتلك الكون وانها تتعاطى معه كي تمتلك ما هو اكثر، وبيكون هيدا كله ضحك عحال، لأنه الإنسان بس يموت بالآخر ما بياخد معه شيء. دخل وسكر الباب ونادى قائلا، مثل ما قال له للعازر كلمة ما بتكلفه إلا كلمة، يا صبية قومي هلأ، بيقول له قومي، انهضي من فراشك. فعادت روحها إليها وقامت في الحال، فأمر أن تعطى لتأكل. ليش تعطوها تأكل؟ أنا بالنسبة لي كشخص أقرأ وأتأمل بهالمقطع، عطوها تأكل يعني هودي اللي قالوا أنها مات وحكموا عليها أنها مائتة إلى الأبد، هودي ما بيفهموا، هودي مساكين ما بيعرفوا شيء، ما بيعرفوا أنني أتيت كي أرفع الموت من حياة البشر. عطوها تأكل، شوفوا شوفوا كيف تاخذ وتحط بتمها وبتعلق اللقمه وبتاكلها. وهيك بيطلعوا هوديك اللي ضحكوا عليه، كل عقولهم وكل ثقافتهم اذا كانوا بيفهموا صفر على الشمال. فدهش ابواها انه هيدي كانت ميته، وشافوها ما عم تتحرك ابدا، وميله رايحه الى الاصفرار بارده. فاوصاهما ان لا يقولا لاحد ما جرى، ما تقولوا أنا أقمتها من بين الأموات. الساحر وقت بيعمل شي شغلة ولو كانت خدعة بصرية يتباهى بها، وبيجمع الناس وبياخد منهم الأموال الطائلة، ويلي بيعمل شي شغلة وما بتحرز بيكون أخد تعبه، بيعمل حاله شاطر، أنا أخدت هالغرض على بيروت ورديت فلان. ما حدا بيعمل شي، مهما عملتم قولوا نحن عبيد بطالون، بدوني لا تقدرون أن تفعلوا شيئا. هيدا يسوع هيك بيقول بهالقوة بهالعظمة. إذا ما تقولوا لحدا أنني أقمت من الموت. تصوروا أنا أن أعطى هذه القدرة الإلهية أن أقيم الناس من الموت، تصوروا أنا الكاهن المعتر أن أعطى من الله أنه واحد ميت أقيمه من الموت. لعازر 4 أيام شرايينه اهترت، معروف أنه الدماغ 30 ثانية إذا ما بياخد سكر بيموت. 4 أيام لعازر ريحته طلعت تفكك كل جسمه،
يا لعازر لك أقول قم. ما في شيء حاجز أمام ما يريده الله للإنسان. يكفي أن يريد الإنسان الله، يكفي أن يرغب الإنسان بالله. ما في شيء بهالدنيا أهم من الله. مين قال إنه امتلاك المال هو كل شيء؟ مين قال إن المناصب كل شيء؟ يلي بيستلم المناصب العليا بيصير منه هون قلة قليلة جدا. أنا بكل قراءاتي ما عرفت إلا هداك الوالي يلي كان يروح عند القديس باسيليوس بعد أن ذهب إلى عندي وقال له ما بتاخد ضريبة من الشعب ودي فقرة. اقتنع، شاف القديس باسيليوس محب وحنون وشجاع، صار بنهار والي يحكم على الناس والليل يلبس المسوح يأتي ويجلس عند قدمي باسيليوس كي يسمع كلام الحياة الأبدية. الناس اللي عايشين في هذا العالم سيما اليوم، إذا واحد صار معه شهادة عالية بطل يتحاكى، أنت بدك تقول له مرحبا. إذا صار غني بطل ينحكى معه، إذا صار بمنصب مميز بطل ينحكى معه. أحيانا في خدمة بيعملوها الناس وبياخدوا وقت عابة وبيعتبروا حالهم أنه خدموا لفلان، لك يا أخي ما خدمتني أنا، رجعت أعطيتك أتعابك. المهم هذه الدنيا لن تسلم، الناس كلهم إلى الموت، كلنا ننزف. هذه الفتاة بنت 12 سنة كانت رايحة إلى الموت وماتت، والمرأة النازفة كانت عم تنزف وإلى الموت. خروج الدم بشكل دائم علامة اقتراب من الموت. نحن أنا بشتهي شي مرة حدا يقول هذا الكون الله خلقه. أتت الكنيسة وقالت الله هو الذي أعطانا كل شيء، أعطانا حياتنا، أعطانا أهلنا، أعطانا صحتنا، ولك آمنوا به أحبوه. شوفوا شو عمل مع النازفة الدم بدون ما تطلب منه، هي لمسة نالت ما أرادت. نحن إن اقتربنا منه ولو قيد أنملة نضمن لأنفسنا ليس فقط راحة الضمير، الصحة والعافية، بل الحياة الحاضرة بملء مباهجها مع الحياة الأبدية. له المجد إلى الأبد آمين.